بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هلا بهاي المحاضرة احنا بدنا نبدأ نشرح مادة الفاينل للدكتور أحمد، مادة الـ MSS. مادة الـ MSS للدكتور أحمد باقي منها ثلاث سلايدات، والباقي راح يكون مادة هبة على الفاينل. بهاي المحاضرة راح نشرح احنا عن الفيرتبرال كولوم. نبلش من هون. الفيرتبرال كولوم هو مجموعة العظام. لما نحكي احنا فيرتبرال كولوم احنا ما بنقصد السباينال كورد. الفيرتبرال كولوم مكون من 33 فقرة، 7 فقرات سيرفايكل، 12 فقرة ثوراسيك، 5 فقرات لمبر، 5 فقرات ساكرال، و4 كوكسيجيل. لحد هون هاي تقسيم الفقرات. الجملة اللي بعدها separated from each other by intervertebral disc. لو اجينا اطلعنا على هاي الصورة، كل الفقرات تنفصل عن بعضها by a space. هاي السبيس يملأها intervertebral disc. لكن هناك انا عندي الساكرال فيرتبرا والكوكسيجيال فيرتبرا doesn't have intervertebral discs between them. Vertebral okay. يعني الخمس فقرات الساكرم بكونوا متصلات مع بعض، ما في بينهم intervertebral disc، لكن الخمس فقرات الساكرم في بينهم وبين آخر لمبر intervertebral disc، وفي بينهم وبين أول واحدة كوكتيجيل كمان intervertebral disc. أنا قصدي أنه الساكرم نفسه لا يحتوي على intervertebral disc. هلا لما نيجي نطلع إحنا على typical vertebra راح ألاقي أنا body، والبادي موجود anteriorly. Arch اللي هو هذا الجزء مكون من two pedicles and two lamina. Between them أنا عندي vertebral foramen اللي هي هاي المنطقة اسمها vertebral foramen. عندي intervertebral foramens. هلا هاي شوية تركي. الفيرتبرال فوريمن هي المساحة بين الارتش والبادي اللي هي هاي المنطقة. ايش بمر من الفيرتبرال فوريمن؟ سباينال كورد. بينما الانترفيرتبرال فوريمن اللي هي هاي المنطقة، هاي المنطقة اللي هي المسافة بين فقرتين، هاي بمر فيها سباينال نيرف، وهاي النقطة كتير مهمة. اذا تأثرت الفيرتبرال فوريمن راح يتأثر عندي spinal cord، إذا تأثر عندي intervertebral foramen راح يطلع أثر عندي spinal nerve، زي أمراض راح نشوفها لما نكمل هاي سلايد. هلأ المنطقة هاي تحتوي على 7 processes، ثنتين transverse اللي هم هدول، واحدة spinous، ثنتين superior articular surfaces مبيني معي بهاي الصورة، هاي superior articular surfaces، وهدول ثنتين inferior articular surfaces. طبعا هيك خلصنا احنا صفات التيبيكال vertebra. هلا بدنا نشوف احنا صفات كل جزء من هدول vertebra. اول اشي السيرفايكال البادي تبعها اوفل، شكله بيضاوي. الفوريمن لارج اند تراينجولر لانه بكون متضخم السباينال كورد في هاي المنطقه. الارتش في نهايه الارتش يوجد عندي شورت اند بايفيد سباينس بروسس، والترانسفيرس بروسس برضو شورت اند بايفيد. بايفيد يعني لها جزئين زي هيك، هاي معنى كلمه بايفيد. لكن اللي بميزني انا بالترانسفيرس بروسس انها تحتوي على فوريمن.
هاي الفوريمن زي ما راح نشوف كمان شوي اسمها فوريمن ترانسفيرزاريوم، فوريمن ترانسفيرزاريوم، وهذا إشي كتير مهم. هلا بننتقل احنا للثوراسيك فيرتبرال بادي تبعها مودريتلي راوند، بنسميها هارت شيبد. الفوريمن سمول بات راوندد، والارج يحتوي على لارج ثيك ترانسفيرس بروسس. السبب في انه الترانسفيرس بروسس ثيك لانها راح ترتبط مع رب. ايضا السباينس بروسس لونج سترونج اند اوبليك. اللمبر اقرب الى السيرفايكل، عندها لارج كيدني شيبد بودي. الفوريمن تراينجولر ترانسفيرس شورت، والسباين كمان شورت. نيجي هون على تيبيكال سيرفايكال فيرتبرا، زي ما حكينا حكينا البودي، حكينا الفوريمن، حكينا الترانسفيرس بروسس، وحكينا داخل الترانسفيرس بروسس عندي فوريمن ترانسفيرزاريوم. وظيفة الفوريمن ترانسفيرزاريوم انه راح يمشي فيها اشي اسمه فيرتبرال ارتري اند فيرتبرال فين. وظيفة الفيرتبرال ارتري والفيرتبرال فين انهم بيغذوا لي السباينال كورد. اتوقع واضحة جدا. حكينا السباينس بروسس، كل الفقرات الرقبية بكونوا بايفيد اكسبت فور ذا سيفنث سيرفايكال فيرتبرال اللي بنسميها فيرتبرال بروميننس. هلا سيفنث سيرفايكال فيرتبرا لو اطلعنا احنا على شكل فيرتبرال كولوم كامل، اتوقع في صورة في الامام، اصبروا معي شوي. هيا شايفين هاي النقطة، هاي البروز اللي بنحسه حتى احنا لو حطينا ايدنا على رقبتنا ونزلنا بنحس فيه بروز عظمي. هاي هي السباينس بروسس تبعت السيفنث سيرفايكال فيرتبرا، والسبب في ذلك انه السيفنث سيرفايكال فيرتبرا it is the longest spinous process. هاي الوحيدة اللي not bifid، وهي الوحيدة اللي بارزة كفاية عشان تسوي لي بروميننس على الجلد. ثوراسيك فيرتبرا ما راح تختلف عن الحكي اللي حكيناه. اللمبر فيرتبرا ايضا ما راح تختلف عن الحكي اللي حكيناه. نيجي على الساكرم والكوكسيكس. الساكرم خمس فقرات متصلات مع بعض as a mass one mass، زي ما احنا شايفين هون، طلعوا الفقرات متصلة مع بعض ما في بينهم intervertebral disc، فعشان هيك الساكرم بطلع شكله triangular. الابيكس تبعته في الاسفل والبيس تبعته في الاعلى، يحتوي على أربعة فوريمنز مفتوحات من الأمام والخلف. هلا الكوكسيجيال سيجمنت ينضم إلى الساكرم ليكون لي ساكرو كوكسيجيال سيجمنت. هيك بنكون خلصنا شكل الفقرات، وبصراحة إلى الآن إحنا ما في أي شيء مهم في هاي المحاضرة. هلا الجوينتس تبعت الفيرتبرال كولوم، انا عندي برايمري جوينت وسكندري جوينت. البرايمري جوينت تبعي اللي هو بتحمل كل ضغط الجسم، كل وزن الجسم، اللي هو الانترفيرتبرال ديسك. الانترفيرتبرال ديسك هذا كارتيليجينس جوينت. معنى كلمه كارتيليجينس جوينت يعني ليميتد movement. اوكي، معنى هذا الكلام انه بهمني انا، بما انه limited movement راح يهمني انا الثبات، الشوك absorption اكتر من كونه للحركة. هلا بما انه cartilaginous برضو راح يسمح بشوية حركة بالvertebra on each other، بنسميها sliding movement، الحركة الى الامام و إلى الخلف.
لكن الإلاستيسيتي تبعتهم راح تنفقد مع العمر، عشان هيك مع تقدم السن المريض ببدأ يلاقي الحركة أصعب. نوع الجوينت سكندري كارتليجنس، ما تلخبطوش، البرايمري جوينت اوف فيرتبرا هو الانتر فيرتبرا ديسك، نوع هذا البرايمري جوينت سكندري كارتليجنس جوينت. سكندري كارتليجنس جوينت هذا نوع الجوينت. هلا على الاستراكشر، The upper and lower surfaces of the body of vertebra covered by thin blades of hyaline cartilage. Thin blades of hyaline cartilage. هلا معنى ذلك، معنى هذا الكلام انه راح يتغطى الجزء العلوي من العظم والجزء السفلي من العظم بهايلاين كارتليج. بتوين الهايلاين كارتليج عند الانترفيرتبرال ديسك، كل انترفيرتبرال ديسك لو كبرنا صورته مكون من ناحية خارجية وناحية داخلية. الناحية الخارجية بسميها انيولس فايبروسس، والناحية الداخلية اسمها نيوكليس بالبوسس. الان انيولس فايبروسس مكونة من كونسنتريك لايرز اوف فايبرو كارتليج، من كولاجين، كونسنتريك يعني بطريقة دائرية، بينما السنترال لاير اللي هي النيوكليس بالبوسس هي جيلاتينس ماتيريال، تحتوي على كميات كبيرة من الووتر وكميات اقل بكتير من الكولاجين، عشان هيك بتكون اطرى، بتكون جيلاتينس. هلا it is normally under pressure on the posterior margin than the anterior margin، يعني في الجهة الخلفية يضغط عليها أكثر من الجهة الأمامية. هلا إذا بدنا نثبت هذا الجوينت إحنا بنحتاج إلى ligaments. هلا أنا عندي two ligaments بثبتوا لي هذا الجوينت، اللي هو الأنتيرير longitudinal ligament والposterior longitudinal ligament. هذا هو الانتيرير مغطي لي البوديز من الامام، والبوستيرير مغطي لي البوديز من الخلف. يعني هون راح يكون الانتيرير وهون راح يكون البوستيرير. هلا الانتيرير ليجمنت وايد اند از سترونجلي اتاتشد تو ذا فرونت اند سايدز اوف ذا فيرتيبرال بوديز اند ذا انتر فيرتيبرال ديسكس. البوستيريور ليجمنت على العكس بكون ويك اند نارو. الانتيريور ليجمنت ليميت هايبر اكستنشن، والبوستيريور ليميت هايبر فليكشن. هلا احيانا مع التقدم في العمر حكينا هذا الجوينت، هذول الجوينت اللي هم الانترفيرتبرال جوينت بيبدوا يتاثروا، بيبدوا يتروح الالاستيسيتي تبعتهم، لانه الانيولس فايبروسس بدات بالتغير. فممكن يصير معي انترفيرتبرال ديسك هيرنيش، انترفيرتبرال ديسك هيرنيش. الانترفيرتبرال ديسك هيرنيشن يؤدي إلى compression of spinal nerves. why؟ لأنه لما يطلع بطلع posterolateral. الأنيولس فايبروس بتبدأ تتآكل، تطلع النيوكليس بالبوسز إلى الخارج باتجاه الانترفيرتبرال فوريمن، صرت تضغط لي على spinal nerves، فالمريض بفقد sensory and motor. هلا في شغلة تانية أخف من الهيرنيشن اللي هي disc degeneration. الديسك بيبدأ يفقد الابيليتي تبعته فور شوك ابزوربشن وذ ذا ايج. هذا اشي طبيعي ما بنقدر نعمل له اشي، يعني it is clinical condition that is normal، مع التقدم بالعمر بده يحصل. طبعا بهاي الصورة واضح جدا عندي هذا normal disc، طلعوا كيف white. طبعا هاي الصورة MRI واضح كيف عندي white healthy. هون
بدأ الديسك يصير له هيرنيشن، بينما هون واضح آسف هون ديجنريشن بده يبدأ يصير له، هون بده يبدأ يصير له هيرنيشن، قاعد بطلع إلى الخارج، قاعد بضغط على سباينال نيرف، سميناهم ديجنريشن. يعني نقدر نحكي إنه ديجنريشن عملية بتحصل قبل الهيرنيشن. كتير مهمة هاي النقطة، إنه ديجنريشن يحصل قبل الهيرنيشن. هلا other joint between the vertebra هو الجوينت بين الانفيريور articular surface والسوبيريور articular surface، وهو عبارة عن synovial joint موجود بين السوبيريور والانفيريور articular surface. بما انه synovial joint مش وظيفته الثبات، وظيفته الحركة. كل joint surrounded by a capsular ligament، داخل الكبسول وخارج الكبسول يوجد عندي ligaments راح يحوطوا لي بهذا الجوينت. اول اشي عندي سوبرا سباينس ليجمنت، اللي هو السوبرا سباينس ليجمنت نقدر نحكي عنه هون، موجود between the tips of the spine. الانتر سباينس ليجمنت موجود between the two spines. الانتر ترانسفيرس ليجمنت موجود بين ترانسفيرس processes، والليجمنتم فليفم بربط لي اللامينا مع بعض. هلا بنشوف صوره تاني احنا لهدول الليجمنتس. هذا سوبرا سباينس، واضح جدا انه رابط لي اطراف السباين. هذا انتر سباينس، وهذا الليجمنتم فليفم. الليجمنتم فليفم مرتبط على اللامينا. لو رجعنا على الصوره الاولى، هاي هي اللامينا. الليجمنتم فليفم بكون مرتبط على اللامينا. طبعا هدول وظيفتهم تثبيت الحركة، تثبيت الجوينت، يعني جعل شوية ليميتيشن على الحركة. هلا نيجي على نوع خاص من الليجمنت، هو عبارة عن موديفيكيشن لأحد الفيرست فور ليجمنت، اللي هو ليجمنتم نوتشي. الليجمنتم نوتشي هو نفسه السوبرا سباينس ليجمنت والانتر سباينس ليجمنت، لكنه اللي موجود بالسيرفايكال ريجن. هذا هو الليجمنت، شايفينه ايش؟ شايفينه تراينجولر متصل ب السكال بالاوكسيبيتال بروتيوبرانس، ومتصل بالسباينس بروسيسز تبعت السيرفايكال فيرتبرا لحد السيفنث سيرفايكال فيرتبرا. هو متصل بطرف واحد من السيفنث سيرفايكال فيرتبرا. هيك خلصنا الليجمنتس. هلا احنا بدنا نيجي نشوف الفيرتبرال كولوم كيف شكله. هلا نيجي زي ما حكينا للشكل تبع الفيرتبرال كولوم. في المرحلة الجنينية الشكل تبع الفيرتبرال كولوم، كان الفيرتبرال كولوم مقوس إلى الأمام، كان كونفكس من الخلف، كونكيف من الأمام وكونفكس من الخلف. anterior convexity concavity و posterior convexity. بعد الولادة لما البيبي يبدأ يبلش يتحرك، يبدأ يرفع راسه، the child becomes able to raise his head، فراح يصير عنده تغير في الناحية الرقبية من الفيرتبرال كولوم، راح يصير عنده cervical lordosis. cervical lordosis يعني راح يصير convex anteriorly، يعني راح يصير بهذا الشكل تقريبا على عمر 3 إلى 4 أشهر بعد الولادة. لما يوصل عمره السنة ويبدأ يوقف ويمشي، راح يصير عنده أيضا لمبر لوردوسز. إذن اللي ظل برايمري كيرفد، يعني زي ما هو مولود ظلت الكيرف، اللي هي الثوراسيك، الكوكسيكس والساكرم. السيرفايكال واللمبر هدول اثنين بدي اسميهم secondary curve.
هلا هناك امراض راح تحصل معاي بنسميها abnormal كيرف تظهر ب الفيرتبرال كولوم. اول abnormal كيرف بدنا نشوفه بالفيرتبرال كولوم اللي هو الكايفوسز. الكايفوسز اللي هو exaggeration of the curvature, increase the sagittal curvature. على الأغلب في منطقة الثوركس. إيش بصير معاي؟ بصير معاي excessive curvature. السبب على الأغلب muscular weakness or structural changes بالفيرتبرال باديز. كتير مهم انه بالفيرتبرال باديز. عندي منه انواع. اول نوع الاكيوت انجولار كيفوسز ناتج من كراش فراكتشرز بتحصل بالفيرتبرال باديز نتيجة التيوبركولوسز. الكراش فراكتشرز كيف بدها تحصل؟ راح تحصل عن طريق التيوبركولوسز اللي بنسميه بوت disease. عندي ايضا senile kyphosis ناتج من الاوستيوبوروسس وهذا ممكن يحصل بالسيرفايكال الثوراسيك اللمبر ريجن. هذا senile يعني مع التقدم في العمر. rounded shoulder بتحصل بالشباب بسبب weak muscles نتيجة الدراسة الطويلة بصير عنده curved shoulders. curved shoulders يعني هاي او rounded shoulders السبب انه abnormal settings. طيب هذا شكل kyphosis. هذا شكل تاني راح نحكي عنه فيما بعد. نيجي هلأ على lordosis. lordosis برضو exaggeration of the sagittal curvature بس ايش؟ هذا بيحصل باللمبر ريجن. بتزيد عندي اللوردوسز نتيجة الانكريز في الويت جرافيديوترس يعني مرة حامل او ديزيز بالفيرتبرال كولوم such as spondylolithiasis. spondylolithiasis هلا اهم واحد فيهم واللي يعتبر مرض حقيقي واللي يعتبر very dangerous اللي هو السكوليوسس. السكوليوسس هذا lateral deviation of the thoracic of the vertebral column most commonly found in the thoracic region. السبب اما يكون paralysis للمصل. سبب الباراليسز ممكن يكون اي اشي من ضمن ذلك بوليومايلايتس او مريض ولد عنده هيمي فيرتبرا يعني عنده نص بدي النص الثاني مو موجود. هذا كونجينيتال ديزيز راح نتعرف عليه في الاخير. هذا سكوليوسز وهذا كيفوسز. هذا لوردوسز. هذا اكيوت انجولار كيفوسز. هذا لوردوسز وهذا سكوليوسز. هلا dislocation of the vertebral column. dislocations اللي بدها تحصل بالvertebral column. إذا بده يحصل عندي dislocation without a fracture هذا مستحيل يحصل إلا بالcervical region. لكن dislocation with fracture ممكن يحصل بالthoracic أو اللمبر بالإضافة طبعا إلى cervical. الديسلوكيشن without fractures بتحصل بين الفقرة الرابعة والخامسة أو الفقرة الخامسة والسادسة بالسيرفايكال فيرتبرا. بالعادة الديسلوكيشن ممكن يكون unilateral يعني حصل ميل زي ما احنا شايفين هون مالث الاسبينال كورد باتجاه هاي الجهة أو يكون bilateral تقدم إلى الأمام. unilateral dislocation لأنه قاعد بميل باتجاه الانترفيرتبرال فوريمن فراح يؤدي لي إلى ضغط على السباينال نيرف بينما البايلاترال الفقرة قاعد بتتحرك للأمام قاعد بتضغط على السباينال كورد نفسه. البايلاترال upper cervical dislocation ممكن يسبب لي paralysis خصوصا في الدايفرام ممكن يسبب لي death.
هلا بنيجي على فقرتين كتير مهمات اللي هم الأطلس والأكسس. الأطلس اللي هي هاي الفقرة شكلها أبدا مش فقرة، اللي هي الفيرست سيرفايكل فيرتبرا رينج شيبد، إلها تو لاترال ماسز. هدول التو لاترال ماسز اللي هم هاي وهاي، التو لاترال ماسز راح يرتبطوا مع الأوكسيبيتال بون اللي هو عظم من عظام الجمجمة، يربط بين اللاترال ماسز انتيريال ارتش، اسف هذا الانتيريال ارتش من الامام وبوستيريال ارتش. Each lateral mass articulate with the occipital condyle, occipital bone. فالأطلس تتصل مباشرة مع الأوكسيبيتال بون، هي اللي بتحمل لي الهيد. العظمة الثانية اللي هي الأكسس اللي هي الفقرة الثانية برضو شكلها غريب شوي، في إلها بروز tooth like dense بنسميها odontoid process. هاي هي الodontoid process، هاي بتسوي لي الفيرتبرال بادي اوف سي 1. الاودونتويد بروسيس بتسوي لي الفيرتبرال بادي اوف سي 1. هلا اول جوينت بدنا نحكي عنه بهاي المنطقه اللي هو الاتلانتو اوكسيبيتال جوينت، الارتباط بين الاطلس والاوكسيبيتال بون. هذا ساينوفيال جوينت يثبت باي تو ليجامنتس انتيرير اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين، يربط بين الانتيرير ارتش والجزء الامامي من الفوريم ماجنم. نعرف شو هي الفوريم ماجنم، الفتحه الكبيره اللي موجوده بالبيز اوف سكال، هو بوستيرير اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين بين البوستيرير ارتش والبوستيرير مارجن اوف ذا فوريم ماجنم. بما انه ساينوفيال جوينت راح يكون عنده حريه حركه، هذا بيسمح بالاكستنشن والفليكشن، يعني هذا بنسميه فليكشن، هذا بنسميه اكستنشن، وهذا هو اللاترال فليكشن. هذول الحركات الثلاثة بتحصل على هذا الجوينت، هذا هو الجوينت. اوكي، هذا الاتلانتو انتيرير اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين طالع من الانتيرير ارتش الى الفوريمن ماجنم، وهذا نفس الشيء بوستيرير، لكن هذا بوستيرير. الأتلانتو أكسيال جوينتس أهم شوي للثبات. ميديان أتلانتو أكسيبيتال جوينت هو الارتباط بين الأودونتويد بروسيس والأنتيرير أرتش. فاطلس عندي بايفوت ساينوفيال جوينت، هذا نوع الجوينت بايفوت ساينوفيال جوينت، إلو تو ليجامنتس بثبتوا اللي هم الأبيكال ليجامنتس والآلر ليجامنتس. الأبيكال ليجامنتس بربطوا لي الأبيكس أوف أودونتويد بروسس مع الجزء الأمامي من الفوريمن ماجنم، والآلر بربط لي الأودونتويد بروسس مع الأوكسيبيتال كوندايلز. الكروشيات ليجامنت هذا مكون من جزئين ترانسفيرس وفيرتيكال، كمان شوي راح نشوفهم. Transverse بربط between the two lateral masses والvertical بربط بين body of the axis and the occipital bone، الجزء الداخلي من occipital bone. الحركة تبعتهم الروتيشن. هذا الليجمنت يقطع by a fracture اسمه hangman fracture، مهمة جدا هاي المعلومة hangman fracture. هذا الأبيكال ليجمنت، هذول الفيرتيكال، هذول آسف الآلر، هذا الترانسفيرس ليجمنت، وهذا الفيرتيكال. هلا اللاترال أتلانتو أكسيال جوينت between inferior atlantal يعني between inferior part of of atlas and the superior part of the axis، طبعا synovial joint ايضا. اخر joint بدنا نشوفه اللي هو sacroiliac joint، طبعا هذا synovial joint between sacrum والilium. حركتهم او الوظيفة الاساسية تبعتهم transmit the weight from the lumbar vertebra to the hip. الليجمنتس اللي بثبتوها ventral sacroiliac ligaments،
انتر اوسيس ليجمنت ودورسال ساكرو ايليك ليجمنت. هذا الفنترال وهذا الدورسال وعندي اخر واحد الانتر اوسيس اللي هو هاد. لا اخر اشي بدنا نحكي عن اشي بسيط جدا اللي هو تطور الفيرتبرال كولوم. يبدأ تطور الفيرتبرال كولوم من عند الاسبوع الرابع. يتكون الفيرتبرال كولوم من الميزنكايم يعني من الميزوديرم of the vertebral of the embryo. حوالين خط المنتصف في الجنين يظهر عندي اشي اسمه نوتو كورد اللي هو بالاخضر، وحوالين النوتو كورد بظهر عندي 44 سومايت. السومايت هدول راح يطلعوا لي مايوتومز سكليروتومز وديرماتوم. هلا كل جزء من السومايت، السومايت شفناهم مربعات، راح اقسمهم انا الى جزئين، سيفاليك بارت و كودال بارت. السيفاليك بارت راح يكون لونه لايتر والكودال راح يكون داركر شوي. فنرجع لكلامنا، كل سيجمنت راح اقسمه انا الى جزئين، جزء راسي يعني سوبيريور وجزء سفلي. الجزء العلوي بيكون لايت، الجزء السفلي بيكون دارك. الكودال بارت راح يلتحم مع الكرينيال بارت من الجزء اللي اسفل منه. نطلع على هاي الصورة، هذا الدارك بارت وهذا اللايت بارت، اثنين راح يرتبطوا مع بعض. اوكي، يعني اللايت اللي هو السوبيريال راح يتصل مع الدارك اللي اعلى منه، وهذا الاشي راح يسوي لي ميزنكايمال سنترم اللي راح يسوي لي بعدين الفيرتبرال بودي. اذا من السكليروتوم تكون عندي الفيرتبرال بودي. هلا هدول البوديز والمايجريت دورسالي، راح يهاجروا يتحركوا باتجاه الخلف behind the neural tube forming the vertebral arch. خلايا من هون راح يتحركوا باتجاه الاسفل باتجاه الخلف عشان يحوطوا لي بالنيورال ارش اللي راح يسوي لي النيورال تيوب. الجزء اللي هاجر من السنترم راح يسوي لي البيديكلز واللامينا والسباينس بروسيسز. عند نقطة التقاء البادي مع الفيرتبرال ارش راح يصير عندي projections laterally. هذول projections عندي coastal processes و primitive processes. coastal processes هم اللي راح يسووا لي transverse processes. طبعا الى الان هي مجموعة خلايا رخوة ما فيها لا cartilage ولا bone. مع التقدم في العمر في الاسبوع السادس The mesenchymal vertebra are chondrified. راح يبدأ يظهر فيهم chondro أو ossification centers. بالأسبوع السادس، بالأسبوع الثامن من الديفلوبمنت centers هدول راح يظهروا على هون ثلاثة بكل جهة، وراح يبدأ يصير فيهم عظم في الأسبوع الثامن. هلا في عندي اشي اسمه النوتوكورد اللي كان موجود حواليه السومايت اللي هو هذا. النوتوكورد هذا راح يسوي لي النيوكليوس بالبوسس. في مناطق الفيرتبرال باديز راح يختفي وراح يضلوا فقط از نيوكليوس بالبوسس. لكن الانيولوس فايبروسس جاييني من السكليروتوم نفسه. هلا في عندي انا بعض الامراض اللي ممكن تحصل معاي اثناء التطور. السباينا بيفيدا، السباينا بيفيدا فتحه في الظهر. البوستيريور بارت او الارش من الفيرتبرا لم يتطور بسبب عدم ظهور اوسيفيكيشن سنترز.
هدول الارتشز ما بلتقوا بالنص، فبتضل في عندي فتحة. هلا بعديها عندي هيمي فيرتبرا اللي هي عدم ظهور اوسيفيكيشن سنترز في جهة من جهات، وهذا سيؤدي الى سكوليوسس. الكيفوسز بالعادة ناتج كمان من هيمي فيرتبرا، على الأغلب ما بكون تطور عندي البدي بشكل صح. بهاي الطريقة بنكون خلصنا محاضرة الفيرتبرال كولوم. المحاضرة كتير سهلة بسيطة، بتمنى لكم التوفيق.